وفي مدينة صار حاضرة إقليم شرق الأوسط تواصل القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى نشاطاتها العلاجية لمرضى العيون، حيث قامت البعثة الطبية للقافلة بزيارة تفقدية لبعض المرضى. تقرير عائشة خليل بلال. في إطار عملها الخيري الذي تقوم به مؤسسة القلب الكبير في مدينة سار، حيث قام الفريق الطبي بإجراء الفحص والكشف المجاني للجميع مواطني مدينة سار وسكان مدينة كيابي وسيدو معسكر اللاجئين والعائدين من جمهورية أفريقيا الوسطى، قبل أن تجرى لهم العملية والمراجعة العامة للذين أجريت لهم العملية. وقد أجريت القافلة الطبية في خلال الخمس أيام المنصرمة بصالة العمليات من مستشفى مدينة سار حوالي 700 عملية إزالة المياه البيضاء، وما زالت العمليات مستمرة. من أجل تفقد جميع المرضى ومعرفة أحوالهم الصحية، قام وفد من مؤسسة القلب الكبير المتواجد بمدينة سار بقيادة السيدة مريم كوشي عضوة بالمؤسسة وبرفقة عدد من أعضاء مؤسسة القلب الكبير بزيارة تفقدية إلى منزل السيد عثمان رابا الذي أجريت له عملية إزالة المياه البيضاء في الأول أمس. السيد عثمان رابع يبلغ من العمر 105 السنة، متزوج وأب لعدد من الأبناء. كان يعاني السيد عثمان من مرض العيون منذ 3 أعوام، ولكن اليوم بفضل الله عز وجل وبفضل مؤسسة القلب الكبير قد أعيد إليه النظر بعد أن ظل يعيش في ظلام دامس ولا مصير له في الحياة بعد أن فقد بصره. وباسم سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، قدمت السيدة مريم للسيد عثمان رابع ظرف مالي من أجل إتمام علاجه. السيد عثمان رابع عقب الزيارة التفقدية أدلى بقوله: الله يأجره، الله يأجره، الله يزيده، الله يمته. وقبل مغادرة الوفد منزل السيد عثمان رابع، صرحت لنا زوجة السيد عثمان رابع السيدة حرة كمسل: الأمر ده أو 105 3 سنة ده يا يوكي والكمرة كلها وده مالكو قبل الجا هسا قاعدين كمان الله جاباكو كمان هي مشى ليكو الله يجرى الله ينتيا قدام الله ينتيا راما الله يزيد هناي تارا كل الله ينتيا عنينا كل ما جيت كل عنينا فاتي هنا ده قاعدين نشيلو. بهذه التصريحات المعبرة عن الفرحة والسرور لهذه الأسرة المتواضعة، يغادر الوفد الزائر منزل السيد عثمان الرابع.